من النفط بدأوا ثورة اقتصادية اعتلوا من خلالها عرش اقتصادات العرب. أغرق نفطهم العالم كله وأثر باقتصاده جذرياً. اليوم وجه سعودي آخر مختلف تماماً يظهر للعلن، بصناعات سعودية تضاهي أكثر الصناعات العالمية تطوراً. المملكة تقول كلمتها وتعتلي ركب الصناعات التكنولوجية، والذهب الأسود السعودي بات رقائق إلكترونية وجيلاً جديداً من البنية التحتية والأنظمة فائقة الدقة. باستثمار سعودي بالمليارات ستضخ في 7 وحدات صناعية استراتيجية متقدمة، استثمار يقوده عملاق سعودي يحمل اسم آلات، ويرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصياً. لنتابع معاً حلقتنا الجديدة من المملكة العربية السعودية، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. السعودية تطوي صفحة الاقتصاد النفطي. يا حيطاريك، بعبارة الفرح السعودية هذا، استقبل السعوديون إعلان ولي عهدهم الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة آلات في المملكة. الشركة المختصة وفق الإعلان في تصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، وذلك ضمن 7 مرافق متنوعة في أعمال استراتيجية تتركز في أشباه الموصلات والصناعات المتقدمة والأجهزة المنزلية الذكية والأجهزة الإلكترونية والمباني الذكية والصحة الذكية، إضافة إلى جيل جديد من البنية التحتية. فالخطة التي وضعتها الشركة الوليدة تتعلق في العمل على رفع قدرات القطاع التقني في المملكة وإيصالها لمكانة تستطيع من خلالها اقتحام عالم التطور والتكنولوجيا والابتعاد عن الاعتماد التام على النفط، وذلك بأهداف ثابتة وواضحة تنشد العمل وفق وتيرة تطور متسارعة لاستحداث الفرص الاستثمارية بتعاون كبير بين كافة المستثمرين والشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونية. باختصار، منظومة اقتصاد كاملة تعتمد على التكنولوجيا والإلكترونيات لتسهم في تعزيز التحول في القطاع الصناعي السعودي في العالم كله، وتترك بصمة سعودية ببناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تلبي حاجة السوق من القطاعات المستقبلية والجيل الجديد من الصناعات، في خطوة أولى على طريق تسعى المملكة من خلاله لتصبح في مصاف الدول الداعمة للصناعات الإلكترونية المتقدمة القائمة على أكثر من 30 نوعاً من القطاعات التكنولوجية الحيوية والمتطورة، في مقدمتها أنظمة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الرقمية والأنظمة الروبوتية، إضافة إلى المعدات الذكية المستخدمة في التشييد والبناء والتعدين. آلات، وهي الاستثمار السعودي الوليد، تسعى إلى دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إضافة إلى القطاعات الكبرى التي ستدعم اقتصاد المملكة والمستثمرين في هذا المجال البعيد كل البعد عن الاقتصاد النفطي الذي قد يصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2030. كذلك ستفتح آلات واستثماراتها أكثر من 39 ألف فرصة عمل، بينما تنشد رؤيتها البعيدة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إتاحة حلول تصنيع مستدامة للشركات العالمية بموارد طاقة نظيفة مصنعة في المملكة، إضافة إلى دعم الشركات الصناعية العالمية كي تستفيد من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني. فعالم الاستثمار التكنولوجي إذن يشهد حدثاً كبيراً بتوقيع سعودي أسفل صفحة يتصدرها عنوان شركة آلات السعودية التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما أعلن مجلس إدارتها تعيين شخصية متميزة لتكون رئيساً تنفيذياً للشركة، وهو آميت ميدا الهندي الذي كان لقرار تعيينه ضجة كبيرة في أصداء الشركات التكنولوجية. فمن هو هذا الرجل؟ رجل لا يعرف الخسارة. اسمه أشهر من نار على علم في عالم الأعمال، فهو أحد أهم رواد الأعمال العالميين، إذ لعب دوراً مهماً في بناء وقيادة عدد من أهم وأشهر الشركات العالمية التي كان لها دور كبير في قيادة التحول الاقتصادي
حيث ترأس أو كانت له مهام قيادية في شركات في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة. أميت عمل في شركة ديل تكنولوجيز، حيث كان مسؤولاً عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وكان المشرف على مشروعات في أكثر من 40 دولة حققت أرباحاً بالمليارات. كما كان الرئيس التنفيذي لشركة حلول الدفع الرقمي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشغل مناصب قيادية في شركات ماستركارد وبايبال، حيث قاد ركب نموها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. كذلك هو عضو في مجلس إدارة شركة كريم للسيارات، وحاز خلال مسيرته العملية على عدة جوائز، منها أفضل شخصية في مجال التكنولوجيا المالية عام 2022، وأفضل رئيس تنفيذي في مجال التكنولوجيا المالية عام 2021. إذن يمتلك رئيس آلات خبرة لا يستهان بها أبداً في مجال التكنولوجيا المالية، لذلك يتوقع منه أن يؤدي دوراً مهماً وفاعلاً في آلات السعودية، حدده المراقبون بعدة نقاط، أبرزها قيادة الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بأقصر وقت ممكن، وتعزيز مكانة السعودية في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة. وقد أعلن أميت بأول تصريح له كرئيس تنفيذي عالمي للشركة الجديدة، تتمثل مهمة آلات في إحداث ثورة في القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتقدمة عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع. اسم آلات استلهم من ارتباط الشركة بالتصنيع والإلكترونيات والصناعات، حتى شعارها والعلامة النصية باللغة العربية بنمط السدو ربطه الخبراء بالحداثة، واعتبروه شعاراً يعكس حقيقة علامة تجارية معاصرة للجيل المستقبلي. فآلات ستركز على قيادة التحول في القطاعات العالمية من هنا من السعودية، وستطور القدرات التصنيعية المبتكرة ضمن 7 وحدات أعمال تبدأ بأجهزة المطبخ في المنازل ولا تنتهي بأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. فهذا العملاق السعودي أتى حاملاً في جعبته الكثير، وطموحه كبير بحجم المملكة ورؤيتها المستقبلية. فهل ستصل آلات إلى مبتغاها فتصبح السعودية ذات الذهب الأسود، دولة تقود عالم الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتطورة؟ سؤال ربما يجيبنا عنه عام 2030.